امبارح كان في مباراتين مهمتين في الجولة 34 من مسابقة الدوري المصري. الأهلي بطل الدوري المصري فاز بنتيجته المفضلة مؤخرا 4-1 على المقاولين العرب، وده كان في المباراة اللي جمعتهم على استاد عثمان أحمد عثمان. وبكده الأهلي بيوصل للنقطة 81 وبيتوقف رصيد المقاولين العرب عند 44 نقطة في المركز السابع. كمان كان في مباراة مهمة للزمالك امبارح قدام فاركو، حسمت النتيجة بالتعادل أو حسمت بالتعادل 2-2 في المباراة اللي اتلعبت على استاد القاهرة الدولي. خلينا نتكلم عن أحداث هذه المباريات مع ضيفنا أمير نبيل الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليه. صباح النور، سعيد بالتواجد مع حضراتكم. يا اهلا وسهلا بيك، تشرفنا بيك. طبعا هنبدا مع مباراه النادي الاهلي والمقاولين. هل كانت المباراه صعبه ولا النادي الاهلي بيواصل تالقه خلال الفتره دي؟ تمام، يعني هو من بدايه بالنظر للتشكيل اللي اعتمد عليه مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي، ادى فرصه لبعض العناصر اللي ما بتشاركش بشكل اساسي الفتره اللي فاتت او اللي اعتادت على المشاركه كبديل. بنتكلم على لعيبه زي محمد شريف، زي رامي ربيعه، زي خالد عبد الفتاح، زي محمد مجدي قفشه، برضو احتفظ ببعض العناصر الاساسيه زي محمد الشناوي في حراس المرمى وعلي اليانج في خط الوسط. عناصر شابه ايضا ظهرت في التشكيل زي كريم الدبيس، ايضا احمد نبيل كوكا في خط الوسط. يمكن دي العناصر اللي كانت اعتمد عليها بشكل كبير كولر في مباراه الامس. يمكن هو الاداء كان حافظ على نفس ايقاع لعب النادي الاهلي، ما تحسش ان في تغييرات كتير. يمكن ده نجاح للمدير الفني، دايما لما اي مدير فني بيعمل روتيشن او تدوير ما بين العناصر اللي عنده ويتحافظ على نفس النسق ونفس الاداء ونفس الاسلوب ونفس حتى الجمل الفنيه اللي بتتنفذ بنفس الكفاءه، ده تعرف ان هو خلاص نجاح للمدرب، ان هو قدر يوصل فكره لكل اللعيبه. ما عندوش حاجه اسمها لعيب احتياطي ولعيب ده اساسي، وده يمكن نتكلم عليه كولر في المؤتمر الصحفي. صحيح ان فريق المقاولين العرب من الفرق اللي بتلعب كره حلوه، من الفرق اللي عندها تقدر تعمل خطوره دايما على المنافسين. يمكن النتائج مش افضل حاجه في الفتره الاخيره، لكن مستقر في مركز معقول في جدول الدوري، وكان هدفه ان هو يقدم مباراه جيده امام النادي الاهلي، وتعادل في وقت من الاوقات المباراه، لكن قدر النادي الاهلي بخبرات لاعبيه برضو ان هو يعود للتقدم ويفوز بنتيجه كبيره اللي عودنا عليها النادي الاهلي في المباراه الاخيره. يعني محمد شريف امبارح ظهر بشكل كويس قوي، هل عرف يستغل الفرصه اللي كولر اداها له؟ هو بالتاكيد يعني محمد شريف يعني تحت ضغط كبير، مهاجم الاساسي للنادي الاهلي. كولر في اكتر من مره على مدار موسم طويل كان بيتكلم على انه عايز مهاجم، عايز راس حربه، الخيارات اللي عنده الهجوميه جيده، ولكن هو عايز لعيبه لاعب اخر يقدر يعتمد عليه بشكل اساسي. محمد شريف يمكن كانت مشكلته مع سواء مع الجهاز الفني او مع حتى الجماهير اللي بتقيمه. طبعا تقييم السوشيال ميديا دلوقتي والجماهير بقى حاجه لا تنفصل عن الواقع اللي احنا عايشينه، فبالتالي وان كان كولر ما بيسمع لهاش بالتاكيد، بس هو يعني فكره ان هو يعني اللاعب نفسه بيتاثر، يعني لما بس يعني عشان نكون منصفين برضو اداؤه ما كانش الافضل خلال الفتره اللي فاتت. صحيح، يعني هي مش مساله بس جماهير السوشيال ميديا، ده فعلا اداؤه ده الحقيقي، ده اداؤه في الملعب كان كده، وكان بيهدر يعني على المستوى الرقمي 11 هدف، فده معدل مش جيد ولكن مش سيء، يعني بالنسبه لان هو ما شاركش كتير ومش بشكل اساسي، لكن هو سجل 11 هدف. كان في احسن من كده، كان في افضل من كده بكتير بالتاكيد، يعني خاصه الفرص اللي كان بيهدرها او ما بيستغلهاش دي بتزيد عليه الضغط وبتخلي المدير الفني لا انا عندي حلول هجوميه افضل من كده. فبالتالي ما كناش مستغربين ابدا ان اغلب مباريات الموسم ثلاثيه كهرباء تاو الشحات هي دي اللي كانت الافضل بالنسبه لكولر والاكثر ايجابيه على المرمى وخلقا للفرص التهديفيه، ولكن طبعا يبقى شريف في الحسابات. ولكن يعني بالتاكيد ده بيرجعنا لفكره ان مهاجم الاهلي لازم او المهاجم الاساسي لازم يبقى اكثر ايجابيه من كده واكثر استغلالا للفرص، وارقامه طيب كمان افضل من كده. هل النادي الاهلي دلوقتي في افضل حالاته اداء ونتيجه؟ بالتاكيد، يعني زي ما بقول لحضرتك هو فكره ان انا اوصل بالمرحله للعيبه ان كل اللعيبه اللي بتشارك سواء اساسي او احتياطي او حتى ناشئين او عناصر شابه بتأدي بنفس الاسلوب، فدي حاله من التكامل. الواضح من اداء الاهلي في الفتره الاخيره ان مش بس مارسيل كولر بيدور على الانتصارات من المباراه الاخرى، لا ده عايز دايما ياكد على قوه الاداء من المباراه الاخرى. فكره ان انا اوصل ان انا اتحكم في ايقاع اللعب، في امتى ان انا ازود القدره الهجوميه وامتى ان انا احافظ وهدي اللعب، دي حاجه يعني بتحسب للفريق ككل طبعا، منظومه الفريق
وبالتاكيد المدير الفني. بالتالي انا شايف المرحله الحاليه اللي وصل النادي الاهلي مرحله مميزه جدا على مستوى الاداء، وده اللي بيخلي برضو فكره ان لا مطلوب ان كولر يستمر اطول وقت ممكن مع النادي الاهلي، وده يمكن الكلام اللي ابتدى يطرح بقوه في الفتره الحاليه، لان كمدير فني نجح في كل الاختبارات اللي تعرض لها، بطولات محليه بطولات قاريه، فبالتالي كل دي امور بتحفز اداره النادي الاهلي ان هو يبقى موجود فتره اطول. يعني لو جينا بصينا على الاحصاءات بتاعه امبارح في المباراه، اجمالي التسديدات كانت للاهلي 11 تسديده وللمقاولين 9 تسديدات، التسديدات على المرمى للاهلي كانوا 6 وللمقاولين 1، وبالرغم من كده كانت انتهت النتيجه بنتيجه 4-1، يعني التسديده الوحيده اللي على المرمى جابت جول. المشكله كانت فين عند المقاولين امبارح عشان يظهر بمظهر افضل من كده او النتيجه تكون افضل من كده؟ طيب يعني هو طبعا فريق المقاولين زي ما قلنا من الفرق اللي بتلعب كره جيده، ولكن يمكن الخط الخلفي او الدفاع مش افضل خطوطه، شفنا فيه حتى في مباراه الزمالك في بطوله كاس مصر والخساره بالسداسيه. صحيح عنده عناصر جيده، ولكن البعض يمكن زي عمر فايد لاعب شاب لسه محتاج مزيد من الخبرات، ايضا فاروق نور الدين اللاعب الافريقي المميز لاعب البوركينابي اللي بيقدم مباريات جيده، ولكن دايما بيبقى فكره ان انت اعتماد كولر على الكرات الطوليه اللي خلف المدافعين شفنا كتير جدا قدر يضرب بيها دفاعات منافسين في الموسم ده، ولكن يعني برضو ده يمكن بيوصلنا لدور محلل الاداء، لازم تبقى عارف ازاي المنافس بتاعك الاسلحه الهجوميه بتاعته ايه. يمكن مش ما بانش لينا ان احنا المقاولين قدر ان هو يعطل اسلحه النادي الاهلي بالشكل الكافي. صحيح ان الاهلي كان بيفتقد كتير من العناصر الاساسيه في المباراه اللي فاتت، بعضهم شارك كبديل في اللقاء في الدقائق الاخيره والبعض لم يشارك، ولكن في النهايه انت عشان تلعب قصاد النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تدي له المساحات اللي يتحرك فيها. مساحات بمعنى ايه؟ رغم ان وجود لاعب ممكن خبراته قليله زي احمد امير كوكا، لكن قدر ان هو يعمل تمريره في عمق صحيح. الدفاع لأليو ديانج، فبالتالي انت بالمسطره زي ما بيقولوا بالظبط. والفينش ايضا كان رائع من اللاعب المالي، فبالتالي كنادي المقاولين العرب لو ما دافعتش كمنظومه واحده قصاد النادي الاهلي ممكن كان قدامهم درس قريب، نادي الزمالك في مباراه القمه الضغط ما كانش افضل حاجه، ما كانش فيه كان في ترك مساحات للاعبي الاهلي، الاهلي من الفرق اللي تقدر تعاقب اي فريق يدي لها اي مساحات، بالتالي ده يمكن مشكله نادي المقاولين. صحيح انه حاول يعوض، ومشكلة نادي المقاولين ايضا انه كان بينشط دايما بعد ما بيجي في مرمى هدف، يعني قبل الهدف اللي سجله النادي الاهلي كان الافضليه للنادي الاهلي بشكل واضح، اقترب من مرمى محمود ابو السعود في اكثر من كره، قدر النادي المقاولين ان هو يتحرك هجوميا شويه وحصل على 4 ضربات ركنيه في شوط واحد على مرمى النادي الاهلي، لكن طبعا استغلها بالهدف الوحيد فقط. النادي الاهلي كان عنده مجموعه كده من المشاكل وكانت واضحه قبل ما كولر يجي، لكن لما جه كولر يعني من ضمن المشاكل مثلا انه كان اللعيبه بتعاني من الاجهاد البدني في الثلث الاخير من المباريات، اشتغل عليها كولر كويس قوي. بقينا نشوف تدوير لعيبه زي ما كنت انت صحيح. بتتكلم دلوقتي، ما عندوش مهاجم بدا يتعامل مع المتاح، الموجودين بدا يعيد تاهيلهم من جديد، واعتقد ان هو نجح في دي، لكن لسه حتى الان عندهم مشكله في استغلال المرتدات. بالنسبه للنادي الاهلي لكن هو برضه يعني ده هيرجعني لحاجه، تصريح كولر عقب مباراه القمه كان يتكلم ان هو طلب من لعيبته ان يقل المجهود البدني شويه، يقللوا المجهود البدني شويه وما يعملوش الضغط العالي. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيتحكم حتى في الايقاع اللي بيتعامل بيه مع النادي الاهلي، وبيوزع الجهد بالشكل اللي شايفه محتاجه فريقه، لان بمنتهى البساطه انت لو فضلت تضغط 90 دقيقه، طبعا فكره الضغط بطول الملعب اللي بيعمله النادي الاهلي ده بيتطلب مجهود بدني شاق، عشان كده ده برضه بيأكد على دور المعد البدني في اي فريق، والفرق الكبرى بالذات اللي بتلعب مباريات ضغط مباريات كتيره وبشكل متتالي في اكتر من بطوله، فبالتالي لما يوصل الفريق لحاله بدنيه جيده ان هو برضه تقدر تعمل الضغط العالي لفتره طويله من المباراه، ده نجاح لمنظومه الفريق ككل. فبالتالي فكره توزيع المجهود برضه دي بتبقى حاجه الجهاز الفني شايفها بالشكل الامثل، خلاص انا طالما حققت الهدف من المباراه ممكن يبقى فيه برضه حته ان انا يعني تمسك الكره قبل ما مندفع اكتر بالظبط. فيمكن ده يفسر شويه حته المرتدات ممكن ما بتتعملش ليه بالشكل الامثل، ولكن في النهايه برضه يحسب النادي الاهلي ان دايما لما الكره يعني بتحاول موقف الدفاع الهجومي، وده يمكن بشهاده المنافسين كمان، يمكن حتى اتذكر تصريح لاخوان كارلوس اوساريو مدير الفني لنادي الزمالك حتى سواء عقب مباراه القمه قال ان هو
الاهلي بيتحول من الدفاع للهجوم بشكل جيد جدا، او حتى كلامه في مؤتمر صحفي عقب مباراه فاركو امبارح قال ان هو افضل فريق بيلعب كوره في مصر، فده يمكن واضح للجميع. خلاص انت بتتكلم عن حاله واضحه قصاد الجميع، منظومه بالظبط، منظومه عمل جيده جدا، واللي فيه النادي الاهلي ده مش مفاجاه قياسا بالحاله العامه. طيب مش عايز اتكلم عن الانهاك اللي بيبقى موجود عند اللاعبين او التعب اللي بيظهر على اللاعبين في الثلث الاخير دايما من المباراه، انا عايز اتكلم بقى عن الانهاك اللي بيظهر على اللاعبين بصفه عامه في اواخر الدوري المصري. الى متى هنفضل مستمر مسلسل ان بنيجي على نهايه الدوري اللعيبه بتبقى منهكه جدا من تلاحم المواسم ولخبطه البطولات، وان اللعيبه بتلعب بره وجوه فبتبقى مش عارفه تعمل ايه؟ كلام مهم جدا، وده يمكن ده بياخدنا لقصه عرفت الأندية واتحاد الكرة لازم جدول واضح من بداية الموسم نلتزم بيه، أنت عارف التزاماتك من الجدول بيبقى نازل، لكن تلاقي تأجيلات ومؤجلات مؤجلات مؤجلات، فجأة تلاقي الدوري اتقلب في آخر شهر مثلا وطول الدوري كله مؤجلات. للأسف هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها على مدار مواسم متلاحمة، هي تواصل أو تلاحم المواسم بشكل كبير في الفترة السنوات الأخيرة، موسم بيسلم موسم، ده بيخلي حالة اللاعبين يعني البدنية صعبة جدا. خلاص ان انت بتوصل في فرق، حتى من الفرق مش هتكلم حتى على فرق القمة، الفرق في وسط الجدول وفي فرق في مؤخرة الترتيب، ومن الفرق اللي هبطت يعني فريق زي غزل المحلة حصد 7 نقاط فقط في الدور الثاني بعد ما حصد أكثر من 20 نقطة في الدور الأول، فبالتالي ده بيفسر برضو حالة بدنية عند اللعيبة. خلاص أنت وصلت المرحلة من بعد الدور الثاني للدوري، خلاص المجهود دي حالة سيئة جدا، يعني يمكن بتأثر برضو خلينا نقول على شكل المنافسة بشكل عام وعلى شكل القيمة التسويقية للدوري. الأول كنا بنتهم مدربي الأحمال ومدربي الإعداد البدني، بس اكتشفنا إنه لا، تلاحم المواسم هو اللي بيأثر. مفيش مسابقه عايزين انها تظهر بالشكل الامثل في العالم، واحنا بنوصلها للحاله دي، يعني مسابقات محليه لازم يبقى فيه اهتمام ان انا ابتدي في ميعاد معين واخلص في ميعاد معين. الموضوع مش كيمياء ومش حاجه صعبه جدا ان انا كلجنه مسابقات احط الالتزامات اللي عندي او الاجنده بتاعتي بناء على الارتباطات الخارجيه. النهارده الاتحاد الافريقي محدد لي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هيبتدي امتى وهيخلص امتى، انا كده ما عنديش حجه ان انا هقول لا اصل الانديه لعبت في بطولات وما كملت او ما كملتش. يعني يؤسفني ان انا اقول ان الموسم اللي فات يعني او اللي بينتهي حاليا ارحم شويه من الموسم الجاي. الموسم الجاي احنا عندنا تصفيات كاس العالم، عندنا بطوله افريقيا، عندنا مشاركات خارجيه كتير، عندنا اولمبياد، فكل دي امور بتخلي الموضوع بالنسبه لنا مش سهل ابدا ان انت تلتزم بالجدول، لكن ده تحدي كبير لازم كلنا نشترك فيه كانديه كرابطه انديه كاتحاد كوره، عشان في النهايه ده يصب لمصلحه الكوره المصريه بشكل عام، تقدم منتج جيد. من شروط او من مقومات ان انت تقدم منتج جيد ايه؟ ان انت تقدم مسابقات منتظمه هتساعد كل عناصر اللعبه. النهارده اي مدرب اجنبي بيجي بيشتكي من الوضع الحالي. طيب نروح لمباراه الزمالك. الزمالك يعني الفتره اللي فاتت دي ماشي على سطر كده وسايب سطر، يعني في مباراه بيتالق فيها ويعمل سكور، في مباراه بيتعادل، في مباراه بيخسر. البعض يقول مثلا لما عمل سكور في مباراه 6-1 قالوا ان ده اوسوريو، وناس قالوا لا ده اجتهاد شخصي من اللعيبه. فمستوى نادي الزمالك عامل ازاي الفتره الاخيره؟ ولو هنتكلم عن مباراه امبارح، طيب يعني هو برضو تقييما للفتره اللي قعدها اوسوريو بنتكلم في 12 او 13 مباراه، يعني الحاله الهجوميه لنادي الزمالك افضل، بقت افضل، يعني انت بتتكلم بلغه الارقام، الارقام تحسنت، يعني في كل مباراه انت بتسجل، في كل مباراه انت بتوصل للمرمى، ما فيش مباراه كانت سلبيه بالنسبه لنادي الزمالك مع اوسوريو، ما فيش مباراه انت ما سجلتش فيها، حتى اللي تعادلت فيها تعادلت مع المقاولين، تعادلت مع الداخليه، تعادلت مع الفاركو، خسرت من الاهلي، خسرت من الاسماعيلي، ولكن في كل المباريات دي انت بتسجل. لكن في النهاية برضو أنت كحالة نادي الزمالك زي ما حضرتك بتقول مش مفيش يعني التوازن أو الحفاظ على المستوى، استقرار فني بالظبط. ده يرجع لأن برضو إصرار المدير الفني الكولومبي على تطبيق طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها واللي بيدافع عنها بشكل كبير جدا، وده حقه الحقيقة. أي مدير فني شايف إن أنا الطريقة دي هي اللي أنا هعتمد عليها، هي اللي هتكسبني، هي اللي هتخليني أوصل للهدف اللي أنا عايزه، ولكن بعض العناصر اللي بيعتمد عليها مش هي اللي تقدر تساعده على إن هو يطبق الفكر ده. فأنت كمدير فني ما بين يعني خيارين، ما بين إن أنت تعتمد تكون أكثر واقعية
تعتمد على العناصر اللي عندك، حتى لو طريقه اللعب مش هتبقى، ممكن تبقى ممله خلينا نقول في بعض الاحيان، او طريقه دفاعيه، او طريقه توظف فيها امكانيات لعيبتك، او تعتمد على طريقه فيها ريسك شويه ان انت تقدر تفتح الملعب بشكل اوضح ويبقى عندك عناصر هجوميه كتير. شفنا الزمالك بيتحسن في بعض المباريات في حته الوصول للمرمى وخلق الفرص الهجوميه، وفي مباريات اخرى تحس ان في عجز في الحلول الهجوميه، اللعيبه ما عندهاش كرياتيفيتي او ابداع ان انت تقدر تعمل تمريره حاسمه، او ان انت تقدر تستخدم حل فردي، وامتى تستخدم الحل الفردي وامتى تعمل جمله مشتركه. فبالتالي الحاله العشوائيه اللي عند الزمالك دي لازم برضو يعني يبقى فيها يعني اعاده نظر من جانب الجهاز الفني، وخاصه زي ما بقول ده بيرجعنا لنقطه ان العناصر اللي عندك كنادي الزمالك مش افضل حاجه، وده يمكن باعتراف ضمني من المدير الفني. سوري امبارح ما كانش خايف انه يجرب، يعني شفنا انه هو برضو ابتدى يحاول يعمل تغييرات، ومش هنقول تدوير بس بيجرب ناس مش متعود يستخدمهم. يعني ايشو امبارح كان طلع نزل مكان سيد عبد الله نيمار، علي ياسر بدل من ابراهيم ناداي، ومحمد صلاح زكي بدل من سيف الجزيري، كلها تبديلات ما كناش متعودين منها من اسوريو. طبعا هي برضو ابتدى يتعدي من كولر ولا ايه الحكايه؟ لا لا يعني طبعا هي الفكره اي مدير فني بيحاول يجرب، بيحاول يدي فرصه للعيبه. اسوريو من بدايه عمله مع نادي الزمالك ابتدى يبص على فريق الامل، ابتدى يبص على الناشئين، على العناصر الشابه اللي عنده، ابتدى يضم لعيبه للقائمه ما كانتش بتنضم قبل كده، دي حاجه كويسه. ولكن مشكله المباراه امبارح تحديدا ان انت كنت متقدم في الشوط الاول بهدفين نظيفين، فبالتالي العناصر انت كمدير فني انت اكثر درايه بالعناصر اللي عندك على دكه البدلاء هي اللي تقدر تغير النتيجه ولا لا. فبالتالي كان يجب ان يبقى في احتفاظ بالاتزان الدفاعي اكتر من كده في الشوط الثاني، وما يبقاش في اعتماد على دي. طبعا حته مشكله لعيبه اكتر يعني، او شخصيه لعيب ان انت خلاص انا مريح بلغه الكوره كده، انا كسبان 2-0 في الشوط الاول، المباراه اتفتحت بالنسبه لي. يحسب لفاركو برضو العوده ان هم قدروا ان هم يضغطوا على نادي الزمالك ويسجلوا هدفين من صحيح من هجمات مرتده او من كره ثابته، ولكن في النهايه وصل للمرمى وكان له فرص اكتر كمان، كان ممكن يتفوق في النتيجه ويفوز على نادي الزمالك. فبالتالي دي مشكله اسوريو ان انت البدائل اللي عندك مش هي اللي هتسعفك لو ان انت النتيجه اتغيرت يعني. صحيح، لكن بنتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك عشان ترجع المنافسه مره ثانيه في الدوري. شكرا جزيلا الناقد الرياضي امير نبيل، بنشكرك يا فندم. شكرا جزيلا.